السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نحن واصلين للإكزامبل، في الإكزامبل هذا إيش راح نعمل؟ راح نفتح كروت، أوكي، ونجي نكتب مثلا ls mode head، طبعا أعمل space أيضا head، أوكي، أعطانا informations. هذا بيظهر لك كل الكيرنل modules اللي حاليا تم تحميلها. حلو، لو إجينا عملنا مثلا mode probe، اوكي، مود بروب مثلا، نجي نعمل تحميل لمن؟ للاكزيت 4، نعمل انتر، هذا يقوم بتحميل الاكزيت 4 كيرنل ماجل. اذا هذا بيفيدك شو؟ بيفيدك انه انت مثلا لو عندك الاكزيت 4 فورمات غير محمله، اوكي، فايل سيستم، ممكن انت تحملها عن طريق من؟ عن طريق هذا. ويمكن انتم شفتوها لما في الشابترات السابقه، لما كنا نعمل عن طريقها بشو؟ عن طريقها جلب لاحد القطع الهارد، لما كنا نعرفها جديد، صح؟ كنا نستخدم ايضا كلمه موب بروب، اوكي. طبعا حتى تتاكد انه هذا تم تحميلها بشكل صحيح ام لا، ممكن تستخدم ls mode حتى تتاكد انه قام بتحميلها ام لا، اوكي. تبحث هنا، اوكي، تبحث هنا تتاكد من انه انت عندك الاكزيت 4 قام بتحميلها، ما عندك اي مشاكل فيها، اوكي. لاحظ، قام بتحميل الماجل اللي هو اسمه exit 4، اوكي. اذا هذا هو يستطيع تحميل الماجل، وهذا حيأكد لك انه هو فعلا تم تحميلها ام لا. اذا جميل جدا، احنا بهالكوماندات ممكن نستفاد من عنده. اضف الى ذلك، لو نجي نكتب مثلا mode info مثلا exit 4، نعمل انتر، شو اللي راح يعطينا هذا؟ اذا احنا هذا الكوماند المود انفو اكزيت 4، الفكره من عنده انه هو يعطيك الانفورميشن عن الاكزيت 4 كيرنل ماجل، اوكي. طبعا هذا ما بيحتوي على اي باراميتر، اوكي، ما يحتاج نضيف انت اي باراميتر اخر، يعني مثلا بعدها تكتب اكزيت 4 ماينس ما اعرف شو، ما يحتاج هذا الشيء. في حاله انه انت لو حبيت انه تفصل الاكزيت 4 عن الكيرنل، ما تحب انه الاكزيت 4 يكون فيها كيرنل، إذا تحتاج إلى شو؟ تحتاج إلى مود بروب ماينس آر. مود بروب ماينس آر حيعمل لك انلود للإكزيت 4 من الكيرنل ماجل، حيمسحها، أوكي؟ أضف إلى ذلك ممكن تستخدم فايل فورماتس أخرى، يعني مثلا أنت ممكن أيضا تحذف تعريف الـ XFS، أوكي؟ الـ XFS هذا لو عملته انلود الـ XFX كيرنل ماجل حيتم حذفها، طبعا هذا حيعطيك إيرور لو أنت نفذته، لأنه يتم استخدامها، لاحظت؟ فتل. ليش؟ لان يتم استخدامها، احنا نعرف النظام اصلا بينزل على الاكس اف اس، فكيف انت تريد تفصلها وهي اصلا شغاله؟ طب كيف هو بيشتغل عندك السنتو، صح؟ فاحنا حتى نعمل تشيك للهارد، او نعمل تشيك للتعريف المتوفره والقطع الهاردوير اللي موجوده في حاسبتك اللينكس او بسيرفرك لينكس. في اللينكس السيرفرات الحديثه عندك الهاردوير، قطع الهاردوير بدأ يتم تعريفه بشكل كبير، يعني أنت ما عندك مشاكل في الهاردوير بالسيرفرات وحتى في الكمبيوتر. أنت بنلاحظ أنه بأنظمة اللينكس سيرفرز بنلاحظ كل قطع، تقريبا كل قطع الهاردويرز اللي موجودة هي عدها تعريف والكيرنل بيدعمها، أوكي. ممكن أنه تلاحظ بعض التعريف موجودة في السيرفرات ما بيدعمها لينكس سيرفر، وهذه الأشياء بسيطة جدا، يعني ليست كثيرة، يعني مثل السابق. في السابق كان في عندنا تعريف كثيره تنقص في اللينكس سيرفر، لكن الان نلاحظ انه احنا كثير تعريف يتم تعريفها في اللينكس سيرفر. ما عندك اي مشكله لما تنصب اللينكس سيرفر على اي قطع هاردوير لانه هو بيدعمها، لكن في عندك لا، يعني نذكر انه انت في عندك بعض الشركات لا زالت تحتكر الدرايفرات، ما بتحب انه تعرف عن لينكس، كون اللينكس بيطالب بالمفتوحة المصدر وهي تستمر بمغلقة المصدر. افضل طريقة انه انت تشوف فيها انه في حالة انه هذا الهاردوير يتم استخدامها او لا يتم استخدامها، عن طريق احد الكوماندات المشهورة جدا اللي هي LSPCI، اوكي. LSPCI هذا طبعا اذا ما تستخدمها بدون argument، يعني بدون ان تكتب minus كذا، بدون argument حيعطيك كل الهاردوير اللي موجوده في حاسبتك. حلو، طبعا هذا لانه virtual فيعطيك اشياء قليله، بس لو انت تستخدم على حاسبتك الحقيقيه حيظهر ما لا نهايه من المواصفات، اوكي. بيشوفك كل الهاردوير، قطع الهاردوير اللي تم اكتشافها على اعتماد من؟ على اعتماد على PCI bus. مهم جدا انه انت تستخدم معها احد الارجيومنتس اللي هي ماينس كي.
الماينس كي حيقوم بعملية لستة قائمة. لماذا؟ قائمة بكل الكيرنل ماجولز اللي تم استخدامها لهذا البي سي اي درايفر اللي تم اكتشافها في مراحل البوتينج. بيشوفك مجموعة الماجولز المتوفرة. يعني انت عندك هنا مثلا فور اكزامبل مالتي ميديا اوديو، تعريف الصوت، تعريف اليو اس بي، البريدج، الساتا، الفي جي اي. اوكي، بيعطيك مجموعة تعريف انت ممكن، هذا الشيء احنا بنعرفها. فاذا انت بتحب انه انت تكتشف البي سي اي ديفايسز خلينا نقول الموجوده في حاسبتك، ممكن تستخدم هذه الكوماندات وتشوفها. طبعا اذا كان خلينا نقول العمليه استخدام هذا الكوماندان الكوماندين عفوا ما اكتشف الديفايس اللي انت قمت بتركيبها، يعني فليكن مثلا في ناس الوايرلس عندهم غير معرف، صح؟ اوكي، اذا الوايرلس ما راح يظهر موجود، يعني ما راح تشوفها عن طريق هذه الكوماندين. ليه؟ لانه غير معرفه. هذا بيشوف لك فقط اللي تم تحميلها في السيستم. فاذا انت عندك قطعه وايرلس لم يتم تعريفها ما راح تكون موجوده في هذه القائمه، اوكي، لانه هي اصلا ما عندها ماجل. اوكي، فاذا ما عندها ماجل ما يستطيع انه يجلبها لك. اوكي، فيحسب انه هذا الهاردوير اللي موجود في حاسبتك يعتبره كديد، لان هذا يعني ميت، لانه هذا ما بيدعمها فما بيستطيع انه يشوفها. فممكن انه انت تعمل شو، تعمل التعريف خارجي لها. اوكي، اذا كان مغلقة المصدر ممكن انت تحمل مغلقة المصدر، او ممكن انت تصنعها الدرايفر خاص لها. طبعا صناعة الدرايفرات تدخل من ضمن السي وبعض مكاتب من السي بلس بلس في عمل درايفرات لقطع الهاردوير، وهذا ايضا يحتاج الى ترخيص طبعا. على فكرة يعني اليوم الشركات، يعني انت بتلاحظ انت عندك ملايين من مطورين اللينكس، مطورين لينكس اكثر بكثير من مطورين الماك ومطورين الويندوز، لان هم حول العالم بيعملوها مفتوحة المصدر. فحتسأل مع نفسك، طيب هم انفيديا صار لها اكثر من سنين، ولينكس صار لها اكثر من سنين، وعندك البرودكام وايرلس صار لها اكثر من سنين، طب ليه لينكس ما بيعمل تعريف للبرودكام او ما بيعمل تعريف للانفيديا؟ طبعا هم عندهم تعريف للانفيديا، اوكي، لينكس عنده تعريف للانفيديا وعنده تعريف ايضا للبرودكام، لكن ما يستطيعون انه يضيفوها في اللينكس. ليه؟ لأنه أنت عندك الشركات حترفع عليها. يعني اليوم في ناس مثلا ممكن تسأل، طيب محمد ليه عن قطعة الوايرلس غير معرفة؟ طيب هي أنا لما أبحثها بالإنترنت موجودة. يعني في عندي أصدقاء مثلا عندهم حاسبات ديال الوايرلس برودكام، لما ينصب في دورة أو ينصب أوبنتو أو أي شيء كان، بيلاحظ أنه قطعة الوايرلس غير معرفة. أوكي، بيضطر أنه يبحث بالإنترنت وبيلاقي تعريف البرودكام وبيحملها وبيشتغل عند الوايرلس وبيستطيع أنه يستخدم في دورة أو أوبنتو أو نسخة كانت. طب ليه ما بيحطوها اصلا في نسخه الفيدورا حتى لما تنزل اوتوماتيكيا تعرفها؟ لانه فيدورا ما تعترف بمفتوحه المصدر. ممكن تلاقي هذا الشيء في اوبنتو، او ممكن تلاقي هذا الشيء في مينت، لانه هذولا بيتعاملوا مع مغلقة المصدر، لهذا اللينكس ما يعترف بهذه النسخ. بينما فيدورا هي من النسخ الجباره، من النسخ المعتمده عليها كلينكس، لانه هي تستخدم مفتوحه المصدر، فما بينفع انه يحمل لك درايفر مغلق المصدر. وسبب واضح، لانه الفيدورا يستخدم في اماكن حساسه، وكذلك في أجهزة حساسة بتستخدم الفيدورا والسنتوس والريد هات، ما معقول يتعاملوا مع مغلقة المصدر. اليوم احنا في دول اذا كنا في دول متقدمة، الأجهزة الأمنية او العسكرية ما معقول يستخدم درايفرات مغلقة المصدر مثل الويندوز او ماك، او حتى اذا كان في لينكس مغلقة المصدر، لانه ما بيعرف شو الموجود في هذا البرنامج. ممكن يكون جهاز تجسسي او يعني برنامج تجسسي او شيء من هذا، لذلك دائما يستخدمون الاوبن سورس. طيب خلينا نشوف التايم إذا كان يسمح، نوقف نكمل الدرس القادم.